نحو 3 مليارات طن احتياطي إيراني من خام الحديد، أي ما يعادل 1.6% من الإجمالي العالمي. هنا جنوب غربي كرمان تعد هذه المناجم من أهم مخازن البلاد. يتواصل عمل إنتاج الحديد الخام رغم المطبات مع عودة عقوبات واشنطن عام 2018. 28 مليون طن وصل إنتاجنا العام الماضي من عموم أنواع خام الحديد، ونشهد تصاعدا في كل عام. نحو 30% من ثروة البلاد من خام الحديد متوفر في مناجم كرمان. اتسعت دائرة العقوبات الأمريكية خلال السنوات الأربع الماضية لتشمل قطاع المعادن الإيراني، قطاع حيوي تعول البلاد على عائداته من العملات الصعبة، فاستهدف الحظر الأمريكي صادراته وقطاع الحوالات المصرفية شريان صفقاته وأي استثمارات أجنبية فيه. إذا رفعت العقوبات الأمريكية ستكون الدول الأخرى أكثر المستفيد من الإنتاج الإيراني، وسيكون الإقبال الأجنبي كبير. العقوبات لم تؤثر على عملنا لاعتمادنا على طاقات محلية. وصلت إيران إلى ذروة صادراتها من خام الحديد مطلع الألفيات الثالثة بحجم بلغ نحو 24 مليون طن. كانت الصين قبلته الأولى، كما عقدت صفقات مع دول أوروبية أيضا، ثم تناقص معدل المبيعات تدريجيا بعد اعتماد بكين على مصادر أخرى على خلفية عقد الحظر الأمريكي. ويبقى أمل الإيرانيين معلقا بإمكانية إحياء صادرات هذا القطاع. هي أحد أقطاب الشرق الأوسط في حجم الإنتاج، وإن تمكنت المناجم الإيرانية من فك عقد إنتاجها للمعادن في ظل العقوبات الأمريكية، فإن عودة حجم صادراتها أو تعزيزه يظل مرهونا بصراع السياسة ونجاح مفاوضات نووية لم تظهر نتائجها بعد. ياسر مسعود، العربي، كرمان.